لا يريدون أن تكون هناك قوة إقليمية صاعدة. هل هناك فعلا علاقة بين الدولة الإسبانية والبوليزاريو؟ هذا مجرد وهم. بأنه وضع قواعد لعبة سياسية وغرق فيها لما خلق من المغرب عدو. انطلقت المفاوضات وكان متوقع بأن المفاوضات ستكون صعبة. هناك منها انطلقوا ونشوفوا هذه الروينة هذه اللي دار تبون في البرتغال. كما قلنا الاحتفالات في البلاد ديال الكبرانات، الاحتفالات باش بالعضوية غير دائمة، ما كاينش شي واحد احتفل سبق لي احتفل بهذه القضية ديال العضوية غير دائمة إلا البلاد ديال الكبرانات. يطيب لي بهذه المناسبة أن أتقدم إلى السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني بخالص التهاني والتبريكات على الانتصار الدبلوماسي الكبير الذي حققته الجزائر بانتخابها وبالأغلبية الساحقة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عضواً غير دائم بمجلس الأمن الدولي للفترة 2024-2025. أما اليوم انتخاب الجزائر عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة 2024-2025، حيث تحصلت على 184 صوتا ضمن المجموعة ألف التي تمثل الدول الإفريقية والمحيط الهادي وحصتها 3 مقاعد. وفازت سيراليون وكوريا الجنوبية في الانتخابات المتعلقة بنفس المجموعة بمقعد واحد لكل. وفاء لقيمنا التي تملي علينا أن نعترف بالفضل وأن ننسبه إلى أهله. ومن هذا المنطلق أود أن أهني السيد رئيس الجمهورية بصفته صانع السياسة الخارجية لبلادنا والمشرف الأول على تنفيذها، وأثني بصفة خاصة على العناية الفائقة التي أولاها لهذا الملف في مختلف جوانبه وفي أدق تفاصيله. هذه عضوية ديزا وداروها هما هذه المرة الرابعة. علاش كاين الاحتفال؟ قلنا علاش ما كاين والو، خاصهم يحتفلوا بهذه القضية مزيان. وجا عطاف وقال الأولويات. دابا وزير الخارجية ماشي عفطي، كنا كنقولوا العمامرة، حتى العمامرة واقيلا كيبان دواور على هذا، حتى هذا فضي كاع. العمامرة كان يدوي، العمامرة اللي شادينو دابا راه استنطاق، ولكن العمامرة كان يدوي تقول ها هو كيضصص، حتى هذا راه فضي، هذا ما عندوش عقل واقيلا، ما عندوش العقل. سمع واش كيقول. قال لك يا سيدي الأولويات ديال الجزائر اللي كتطلع عليها تتطلع لها الجزائر بغت لترقيتها وتكريسها في مجلس أمن باعتبارها عضوا هاما في لجنة 10 التابعة للاتحاد الإفريقي والمعنية بإصلاح مجلس الأمن، فإن الجزائر ستولي هذا الموضوع كل ما يستحقه من أهمية في إطار عضويتها بمجلس الأمن، لا سيما في جوانبه المتعلقة بتحسين طرق وأساليب عمل المجلس بغية إضفاء المزيد من الشفافية والديمقراطية والتشاركية على أشغاله. تاش عندك مجلس أمن باش تكرس؟ تعرف شنو مجلس أمن ولا ما عارفيش؟ مجلس أمن في 5 ديال الدول لعدم الفيتو تارك عاد ضيف. بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945 تأسست منظمة الأمم المتحدة في مدينة سان فرانسيسكو. تقرر أن تضم هيكلة المنظمة مجلسا للأمن تكون الدور المنتصر في الحرب دائمة العضوية فيه، وهي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين وروسيا وفرنسا. وأكد ميثاق المنظمة على أهمية دور هذه الدول في اتخاذ القرارات والتي يخولها حق رفض أي قرار يقدم للمجلس دون إبداء أي سبب.
فإذا صوتت أي من هذه الدول الخمس ضد أي قرار مطروح للمنظمة فهو مرفوض ويبطل صدوره، حتى ولو صوتت كل الدول الأربعة عشرة الأعضاء الأخرى لصالح الاقتراح. وهذا هو المقصود بالفيتو. تشغل تكرس ترقيتها وتكريسها، كيفاش الترقية ديالها؟ شنو غطلعها؟ شنو غطلع السلم 11 ولا شغل ديالها؟ طيحة. سمعوا الهضرة ديال وزير خارجية باش تعرف بأنه ماشي أفضي هذا. قلنا جابوه من العشرية السوداء، قال لك هنا أول حاجة مقاربة شاملة وتشاركية لمعالجة الأسباب الجذرية لتحدية الحروب والإرهاب والجريمة المنظمة والتغير. تجد ثم الجزائر دخلات عاد بغت أنها مقاربة شاملة وتشاركية لمعالجة الأسباب الجذرية. يا كسي هذو خمسة دول كيلعبوا تما الأسباب الجذرية. هذا راشي واحد ما فهمش، غبي ما فهمش ما عرفش شنو فين قراها، ما فهمش. يقول هذه الهضره تما غير شادين وكاش ممكن يضحكوا له من جهه اش كيقول هذا مقاربه شامله وتشاركيه. كيفاش تشاركيه؟ تخدم مع المجتمع المدني، ترك مع خمسه ديال الدول عندهم مصالح ديالهم. اش كتقول تش مقاربه تشاركيه؟ اش كيقول؟ من بعد قال لك يا سيدي تشجيع الحلول السلميه المستدامه للازمات. هذا شي واحد واقيلا كتب لي ديك القضيه ديال التنميه المستدامه، الحلول السلميه المستدامه، حلول سلمية مستدامة. قال لك الأزمات في ليبيا ومالي والسودان والكونغو وإفريقيا الوسطى والصومال واليمن وسوريا. يا كسي كلشي هادشي غدخلوا توما بتبون وشنقريحة، توما غديروا حلول سلمية مستدامة. درتوها في درتو شي حاجة شي حل في القمة العربية دي سروال وعلي مشكلة. وهنا ها علاش داخلين هنا؟ شنو كيقول لك هو؟ سمعوا الدعم الثابت للقضية الفلسطينية من نهار دوما في القضية الفلسطينية راه الوضع كبير، ولكن هذا الجوهر علاش هاد العضوية كاملة وكيجريو الدعم ديال من البوليزاريو. إذا هنا داخلين هما لخدمة البوليزاريو، البلاد كاملة داخلة باش تخدم أربعة ديال المطوش والبوهالي. قال لك تحسين طرق وأساليب عمل مجلس أمن، أو كيفاش تحسين طرق؟ ثم عقلتوها في جميع الدول العربية ونوضو لكم دابا جيتو ديروه هنا. تحسين طرق وأساليب عمل مجلس أمن بغية إضفاء المزيد من الشفافية والديمقراطية والتشارك العشري. والله أسيدي يسمعوا هذا تينوض شي واحد من الدول العظمى غينوض يشد هذاك مول البونج ديال الكتاف هذا الوزير هذا غادي يشدو غادي يكتفو في هذاك مجلس أمن على هذا الفضيحة. تشكي يقولوا المسخير هذا. تعزيز التعاون في مجالات السلم والأمن بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجميع الدول العربية. ياكس يلا غتجي حتى دابا غتقول لي نديروا تعاون بصحش خبر. تكريس حق جميع الشعوب والدول، سمعوا مزيان، جميع الشعوب والدول في الحرية والأمن والسيادة وفي صنع قراراتها بذاتها وتحديد سياستها بأيدها. والله العظيم حال هذه هذه الفقرة هذه أنا بعدا كأستاذ كنقرا العلاقات الدوليه والقانون الدولي ما لقاهاش عند الدراري ديال 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 اللي كاتبين ديال الفصل الاول، لان هذه الجمله هذه ديال وزير خارجيه ماشي هجري عليه تفضيحه. تكريس حق جميع الشعوب والدول في الحريه والامن والسياده. حتى كاين شي دول بسياده؟ كاين شي دول بسياده؟ حتى هاد الدوله اش فيها؟ في صنع قراراتها بذات وحدي سياستها بايديها. والله العظيم شوفوا بلاد هذه بلاد مفضية، ما تقول واحد عنده العقل، هنا تقول واحد عنده العقل ومؤكد بأنه اللي سمع الشيء هذا كيبدي يضحك. هذا ما عرف مين جابوه، هذا الصراحة بغيت نعرف مين جابوه